النادي الاهلي يامن نفسه ازاي في تونس؟ الاهلي يامن نفسه، احنا ابتدينا بالجزء الدفاعي، ابتدينا قلنا ازاي الاهلي يقفل مفاتيح لعب الترجي، ازاي الاهلي يقدر ان هو يشتغل على المناطق اللي بيشتغل فيها الترجي ويبقى الرقابه مش مان اكتر منها زون، اقفل ازاي المناطق واشتغل ازاي انه كل حلول الترجي اللي مش كتير في العمليه الهجوميه ازاي انا اقدر اقفلها. الجزء الثاني عشان اخد بنتيجه ايجابيه من هناك، انا لازم استغل كل المشاكل اللي موجوده عند الترجي وابرزها، نبتدي بس نجهز الحالات، ابرزها الريبوزيشن او مصطلح كده احنا بنقوله العوده لاماكن التمركز. يعني لما الترجي يكون هو اللي معاه الكوره، علشان كده انا هختلف هنا قبل ما نبتدي نتكلم في الحالات، اختلف مع خليفه في نقطه انه احنا عايزين نقفل على الترجي عمليه بناء الهجمه. عظيم، فانت هتطلع تضغط، وهتطلع تضغط اوبليجاتوري حاجه من اتنين او اجباري حاجه من اتنين، يا تتحرك، حتى لو اتحركت ككومباكت هتبتدي تفضي مساحات، وعمليه بقى انك هتبتدي تشتغل على مصاد التسلل انك بتلعب خط في الاخر مشكله وازمه كبيره جدا، انت بتدي له المفتاح اللي هو عايزه. لو طلعت ضغطت من فوق هتغلطه، وارد تغلطه. طيب ولو رجعت، ولو رجعت قفلت، هتفضل انت طول الوقت قافل، وعمليه التحول بالنسبه لك هتكون هي السلاح الوحيد. طيب السيناريو، هروح بقى لطريقه لعب الزمالك، والطريقه اللي لعب بيها الزمالك بشكل مميز جدا انه يلعب كومباكت جيم ميد بلوك من وسط الملعب، ما يطلعش يضغط من فوق زي ما كان الشبيبه بيعمل او زي ما كان الافريقي بيعمل، لا، الاهلي يلعب على انه يلعب ميد بلوك، لانه هو ما عندوش غير سلاح وحيد، الهجمه المنظمه عنده بطيئه جدا، حتى في وجود محمد بن رمضان، حتى في وجود صابر بوجرين، الهجمه المنظمه بطيئه. فانت ما تديلوش الاوبشن بتاع الكرات الطوليه او الكرات المسقطه استعمالا لمحمد بن حموده تحديدا او صابر بوجرين احيانا لما بيعمل عمليه الزياده وانتظار الكره المسقطه سواء هو او محمد بن رمضان. نروح بعد كده بقى الاهلي هيشتغل ازاي لما حالاته بتشتغل عشان الاهلي يسجل في تونس. سواء يطلع بفوز او يطلع بتعادل ايجابي من تونس، محتاج الاهلي يسجل. انا متفائل علشان وانا متفائل جدا. يلا لما تيجي تبص، هو الترجي ايه المشاكل اللي موجوده عنده؟ الترجي عنده مشكله في المسافات ما بين الظهير والقلب الدفاع، الترجي عنده مشكله في الرجوع لاماكن التمركز خاصه قلبين الدفاع، خاصة ان عنده ثلاثة بقى بيلعبوا في وسط الملعب دلوقتي، سواء في سيني كليبالي، محمد بن رمضان، صابر بوجرين، اثنين نزعتهم هجومية ما عندهمش قدرات دفاعية بنفس القدر محمد بن رمضان وصابر بوجرين. في سيني كليبالي لعيب تقدم به العمر، بطيء جدا معدلات المرونة، رغم ان هو لا يزال لعيب خط وسط ستة قوي جدا في الالتحامات الثنائية، لكن بس مش هو بتاع 3-4 سنين فاتت، مش هو اللي كان قادر في نسخة 2017 يكون لعيب مرعب في وسط الملعب. فتروح ماشي بقى الحاله، ماشي الحاله واحنا بنتكلم، فانت العوده لاماكن التمركز فيها مشكله كبيره، سواء لعيبه خط الوسط او اللعيبه اللي في الدفاع. فالعوده متاخره وخاطئه. العوده للمكان نفسه بترجع لمكان غلط، خاصه من لعيبه وسط الملعب، وبتبقى بطيئه جدا وانت راجع. فانت تقدر تستخدم ده، نمشي الحاله، نمشي الحاله مع كلام جمال، وانت شغال بتلعب بتعمل الكومباكت جيم لازم طول الوقت تشتغل على ده. لا، دي الحالات الهجوميه بتاعه الترجي، دي الحالات بتاعه الهجوميه بتاعه الترجي. عايزين الحالات الدفاعيه، استقبال الترجي للاهداف، الحالات الدفاعيه، الحالات الدفاعيه بتاعه الترجي. ماشي خلاص، دي يا جماعه ونجيب الحالات الدفاعيه علشان الاهلي يقدر يسجل، لازم يشتغل على ده. رقم اتنين مهم جدا، مهم جدا، انا اشكرك انك اشرت لي الدور بتاع مروان. مروان ايه اللي مخلي مروان عطيه منور جدا في الطريقه بتاع كولر؟ منور عموما مع النادي الاهلي لانه لعيب قاطع جيد للكرات، ورك ريت بتاعه ممتاز، بيتواجد دايما تحت الكره بشكل جيد. طب ايه بقى اللي عمله زياده عن الدور اللي كان بيقدمه اليو ديانج في وقت من الاوقات؟ رغم جوده اليو ديانج، اليو ديانج لعيب سوبر طبعا، لكن في النهايه لما تيجي تتكلم على مروان، ان مروان كمان ممرر جيد جدا سواء الكرات المتوسطه او الكرات الطوليه، الدقه بتاعه التمريرات. فانت لما تيجي تبص على انه الشكل بتاع مروان في وسط الملعب يديك الاريحيه وانت بتلعب كومباكت جيم، يبتدي يعمل عمليه الاسقاط قبل العوده لاماكن التمركز الصحيحه، لان هو بياخد وقت سواء ياسين مرياح او محمد امين توجاي، زي ما هم مميزين جدا في الكرات الثابته، زي ما هم كقوه بدنيه لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا ولعيبه اقوياء، لكن عندهم مشكله كبيره جدا جدا في العوده لاماكن التمركز. وخلي بالك المهم دي حالاتك اللي شغاله. طب الحمد لله، كمل. فلما تيجي تتكلم كمان على انه الترجي بيستقبل، رغم الجوده بتاعتهم في الكرات العاليه وفي الكرات الهوائيه، الترجي كمان بيستقبل من الكرات الهوائيه، لا يبقى في مشاكل كتير. وقف هنا، ارجع بقى. دي
واحده من الحاجات لما تيجي تتكلم على الكاونترز، المشكله مش بس في قلب الدفاع، المشكله مش بس في خط، انت بتتكلم على ان العوده بطيئه جدا وخاطئه. مشي الكوره، مشي الكوره على عدتها زي ما تمشي بنفس بسرعتها العاديه، هتلاقي انه اختراق بدري قوي، مسافه كبيره جدا، بطء كبير جدا. الراجل قلب الدفاع الناحيه الشمال اللي طلع من مكانه الواجب ما رجعش لحد دلوقتي، الكره دخلت شبكه هو لسه ما رجعش، هو لسه مكمل هناك. فانت بتتكلم انه ادي واحد ارجع تاني، اقف ارجع، وقف وقف. انت لا بتتكلم على خروج خاطئ لخط الدفاع، المسافه ما بين الاثنين اللي بتوع خط الوسط سواء محمد علي بن رمضان او فوسيني كوليبالي، الاثنين المسافه كبيره جدا جدا ما بينهم الخط، فكشفين خط الدفاع قدام. طب بيبتدي ينزل خط الدفاع عشان يقابل، ابتدي يظهر كمل اللعبه على سرعتها العاديه، هتلاقي الراجل بيستلم بمنتهى الاريحيه. فين يا كريم؟ مكان قلب الدفاع ناحيه الشمال، بيستلم من نفس المنطقه. الكره دي كانت ناحيه اليمين، الكره الثانيه كانت ناحيه الشمال، كره ثابته برضه. لما تيجي تبص، انا مشكلتي الكره الثابته مش انها دخلت، ماشي وقف بعد ما الكره هتعدي الحيط، الديفليكشن هتخبط، وقف هنا. ماشي كمان. بس وقف. بص يا كريم، الكره دي حتى لو ما دخلتش بعد ما الديفليكشن، الراجل اللي واقف في الاخر خالص بتاع الصفاقسي، الاثنين اللي واقفين في القلب، الراجل اللي واقف على البعيده ولا واحد منهم ممسوك، في زحمه، هم عاملين زحمه، لكن الراجل عشان الكره دي وارد جدا انك تروح تعمل عليها فولو. الرقابه سيئه جدا، وانت بتتكلم على اسهل تمركز للعيبه في كره ثابته في المواجهه، معروف انها تتشاط، فانت المفروض تبقى واقف كويس، لانك ما بيشغلش بالك غير حاجه واحده، انك ماسك عشان الفولو، عامل الرقابه علشان المتابعه على الكره اللي هتتشاط. رقابه سيئه جدا. كمل الحاله اللي بعديها، اظن دي اخر واحده، اخر حاله. كمل هتروح بعد كده للصور. خلاص دي تم تسجيلها بعد فليكشن، خبطت في الحيطه وكسب الصفاقسي هذه المباراه. طيب النقطه اللي كان بيتكلم عليها خليفه، وانا اكمل جزء بسيط فيها، انه الترجي لما هو اللي بيطارد النتيجة وهو اللي عايز يطلع، دي أسوأ مرحلة بيمر بيها الترجي في أي مباراة، والترجي هو اللي عاوز يسجل. الترجي بيلعب على أرضه، حتى لو واعي جيدا لقوة الأهلي هيجيله أوقات في المباراة هو اللي عايز يسجل. طول ما المباراة ماشية تعادل الترجي هيخرج. وهنا أنا بقول لك الناس منتظرة مباراة هجومية من مارسيل كولر وهجوم الدقيقة الأولى. كولر كالعادة بيقسم المباراة لجزئيات، وهيبتدي يطلع في بعض الأوقات يعمل عملية الضغط، لكن هو هينتظر خطأ الترجي في وقت من الأوقات علشان يعاقبه لما الترجي يبتدي يخرج. فالأهلي هيبقى بيلعب على أخطاء الترجي. ارجع تاني معلش فريمين، ارجع فريمين تاني. بص يا كريم، أنا هنا مركزين لسه على نفس الأخطاء اللي بنتكلم عليها، هل هي أخطاء وليدة مباراة، وليدة حالة جيدة للفريق المنافس، ولا هي حالة مكررة؟ بنتكلم هنا على كرة طولية في سبيس كبيرة جدا ناحية اليمين، الكرة كمل فريم واحد كمان عشان نروح للنقطة اللي أنا عايزها، كمل فريم كمان، وبص آخر لعيب لابس أبيض سيف الدين الجزيري، بص جاي منين؟ بعيد، لسه بعيد، كمل الفريم اللي بعده كمان. بص الراجل سيف الجزيري دخل وكمل وقطع، الراجل قطع القريبة، لا خد سيف الجزيري ولا راح شالعب من على القريبة، والراجل اللي جاي وراه كمل سيف الجزيري لحد ال 18 والكروس اتلعب، كله ده الكره مشيت مسافه وبعد كده اتعمل الكروس والراجل دخل قابلها. فانت بتتكلم هنا على بطء شديد في قلبين الدفاع. وتاني اهم مرحله سلاح المكسب عند النادي الاهلي، انا لست من انصار روح هاجم هناك ابدا مهما كانت حاله الترجي سيئه. العب على اخطاء الترجي الفجه لما الترجي هو اللي بيستحوذ على الكوره وبيفقدها. نفس السيناريو عشان الناس كده نشبهها لهم، عشان حسن اطلت انه مباراه بيراميدز في الدور الاول الاهلي لا هو اللي بادر بالهجوم، الاهلي لعب على بس على اخطاء بيراميدز وكسب بثلاثيه نظيفه. نفس السيناريو اللي على كولر ينفذه امام الترجي. عارف انت اطلت بس ممتع، اشكرك بامانه والله، اشكرك براحتك يعني. هو اليوم كله النهارده حلو بصراحه والناس كلها حلوه وعظيمه.